قامت قيادة عمليات بغداد بنقل عشرات العوائل من الصقلاوية إلى منطقة القرمة وتأمين المكان المناسب لهم تمهيدا لنقلهم إلى مخيمات عامرية الفلوجة. يأتي ذلك بعد نجاح القوات الأمنية بتحرير الصقلاوية. تم قتل كافة أعداد داعش الإرهابي المتواجدين بالناحية، والقسم الآخر فروا هاربين باتجاه الفرات السباحة ولحقناهم حتى بالزوارق، تم القضاء عليهم. الناحية حاليا حقيقة محررة بالكامل، وقطعاتنا داخل الناحية ولا يوجد أي تواجد لداعش الإرهابي في الناحية. بالنسبة للعوائل حقيقة أول ما دخلنا جتنا عوائل، لقيناهم جامع الصقلاوي الكبير وتم استقبالهم وتوزيع الماء والطعام عليهم، وحاليا نشوفهم ننقلهم بالعجلات إلى ناحية القرمة حيث مراكز الإيواء هناك. بلغوا تقريبا 151 نفر ما بين رجل وامرأة وطفل. الحشد الله يحميهم، الحشد الشعبي تلقونا وانطالنا مي وأكل للأطفال بحيل وجابونا جايزة. الله جوعان الدواعش، الله جوعان يا همك، والله الدواعش خبز الشعير ناكلها والله. لم يقتصر عمل قيادة عمليات بغداد على المناطق التي تم تحريرها فحسب، بل المشاركة مع القطاعات العسكرية الأخرى للبدء بمرحلة جديدة لاقتحام الفلوجة من محور آخر تسيطر عليه قطاعاتها. قطاعاتنا الآن أكملت المرحلة الثانية للعملية، حاليا نستعد للمرحلة الأخرى وهي عملية زج أفواج مغاوير الفرق لعمليات بغداد في معركة تطهير الفلوجة. هذا وتواصل الكوادر الهندسية من مقاتلي الحشد الشعبي في الصقلاوية تطهير المناطق والأحياء من العبوات الناسفة والدور المفخخة والحفاظ على ممتلكات المواطنين. نحن الآن متوجهون بعد فرض السيطرة الكاملة على الصقلاوية وتنظيفها من العبوات وغيرها ومن دواعش المتبقين، نتوجه إلى تحرير الفلوجة إن شاء الله. موعدنا غدا في الفلوجة إن شاء الله. العوائل قاعد نديهم بأمان وسلام، وإن شاء الله باقي الفلوجة نحررها بإذن الله. عمر العبيدي، الحرة.